أهلا بحضراتكم ولكم التحية. أكتر دولة في العالم كله مهتمة باللي بيحصل في أهالينا في غزة هي مصر، وقدرنا كده يعني على مدار ال 75 سنة اللي فاتوا أو كل السنين اللي فاتت، وده قدرنا. وما زالت مصر هي الدولة الوحيدة وأكتر دولة على مستوى العالم مهتمة باللي بيحصل لأهالينا في غزة هي مصر. النهاردة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تفقدت مؤسسة الهلال الأحمر المصري، وكتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت إنه كل الشكر والتقدير لمؤسسة الهلال الأحمر المصري حيث تفقدت اليوم هذا الصرح العظيم للاطلاع على المجهودات العظيمة اللي بتقوم بيها دعما لأشقائنا في غزة، ولقد تشرفت بالتواجد في مركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية، حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة زي ما حضراتكم شايفين بالصور والمتابعة من السيدة انتصار السيسي. هلال الأحمر ومؤسسة الهلال الأحمر بتقوم بدور عظيم الحقيقة لدعم أهالينا في غزة، مش كده بقول لحضراتكم ده قدرنا، وإحنا مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم اللي مهتمة طول الوقت بالقضية الفلسطينية وبأهالينا في غزة. الانتخابات الرئاسية النهاردة كان في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، شرح في المؤتمر تيسيرات اللي اتعملت في مقرات اللجان للتسهيل على الناخبين وكمان ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. عايز أقول لحضراتكم كلام كتير اتقال مهم، لكن أنا بالنسبة لي مهم أن أنا أقول لحضراتكم إنه 67 مليون ناخب ليهم حق تصويت، هيشرف على اللجان 15,000 قاضي، وهيكون في لجان للوافدين في كل المحافظات، وفي كمان لجنة هتتعمل هنا في مدينة الإنتاج الإعلامي، وده طبعا بالنسبة لنا هيبقى شيء عظيم، وإن كنا برضو كنا بنروح اللجان، لكن كون إنها تتعمل هنا لجنة في الإنتاج الإعلامي فده برضو شيء لطيف. في 115 وسيلة إعلامية محلية ودولية هتغطي الانتخابات الرئاسية المصرية، وهيتابع الانتخابات الرئاسية المصرية 220 مؤسسة دولية. النهاردة برضو هنتكلم طبعا عن المشهد الانتخابي في الجزء الثاني من الحلقة، وفي الجزء الثاني هتشرفني دكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر هتكون معانا وهنتكلم عن المشهد الانتخابي. بنحاول نتواصل مع سيادة الفريق أسامة ربيع علشان نقول لحضراتكم تفسير، أو رغم أنه التصريح واضح جدا من سيادة الفريق أسامة ربيع عن ما حدث في قناة السويس. قال سيادة الفريق النهاردة أن الهيئة بتدفع بأربع قاطرات بعد تعطل دفة سفينة حاويات خلال عبورها قناة السويس. نتابع مع حضراتكم هذا الخبر، بنحاول طبعا لأنه هو بيتابع ما يحدث نتيجة اللي حصل النهاردة، لكن هو بعت رسالة طمأنينة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ. الانتخابات الرئاسية بتتصدر المشهد في مصر، احنا خلاص يوم الحد كلنا امام اللجان علشان الانتخابات الرئاسية وتسهيل اللي عملته الحقيقة اللجنة الوطنية للانتخابات، دي تسهيلات في غاية الأهمية لكل الناخبين أو لكل المغتربين، بقى مش بالضرورة ان انت تبقى في محافظتك وتروح تنتخب في محافظتك، لا، اللجان متيسرة والمتابعة قلت لحضراتكم 220 تكلم أرقام مهمة جدا، وإن شاء الله يا رب هنشوف مشهد انتخابي يليق بمصر
خصوصا في ظل هذه الظروف. ليه بقول لحضراتكم كده؟ لأنه الموقف في غزة سيء جدا 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 وسيء للغاية، والخطر بيقترب مننا. متابعين حضراتكم أكتر مني، والخطر بيقترب مننا. العدو الصهيوني النهاردة بيدفع سكان غزة نحو رفح وبجنون، بجنون. النهاردة وزارة الخارجية الفلسطينية قالت أنه إسرائيل بتوجه سكان غزة للنزوح باتجاه واحد، لفين؟ لمعبر رفح. مصادر مصر قلقة من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وترفض التهجير. امبارح كنت بكلم حضراتكم على موضوع في غاية الأهمية، ليه علاقة بالسياحة، وهي مسألة اليخوت. قلت لحضراتكم ده نوع مميز جدا من السياحة للدخل لمصر، والحقيقة في اهتمام من الحكومة، لأنه سيادة الرئيس السيسي قال للحكومة أنا عايز أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وعايز اهتمام وتيسيرات. وده اللي حصل في اجتماع معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، في انه تقديم تيسيرات وحوافز كتيرة لهذا القطاع. طيب ايه الحوافز اللي هتتقدم؟ خليني ارحب بسيادة اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل النهري. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. حضرتك اهلا بحضرتك، اهلا بيك. كلمت امبارح مع الناس وبعتذر لحضرتك، كنا المفروض نعمل المداخلة دي امبارح بس لضيق الوقت، او بمعنى ادق القطع التليفونات نتيجة اللي حصل امبارح. ايه التسهيلات والحوافز اللي هتقدموها علشان محتاجين الاهتمام بهذا الملف يا فندم، وهو ملف سياحة اليخوت؟ تفضل. تمام حضرتك. هو طبعا حضرتك تفضلتي بالنقاد السياسية، مدية أولوية كبيرة جدا جدا لسياحة اليخوت دي، ودي سياحة فعلا مميزة، وهي نشاط من ضمن أنشطة السياحة بوجه عام. نعم. ولكن خليني أقول لحضرتك إن السياحة دي سياحة ثرية. نعم. وإحنا هنسميها سياحة غنية. غنية. أيوة صحيح. يعني. أيوة أيوة. وفعلا يعني كان في توجيهات طبعا مش من شهور بسيطة فاتت، ده بقالنا دلوقتي من شهر ابريل 2022 يعني جات لنا تكليفات من القيادة السياسية. نعم. وتوجيهات معالي وزير النقل فريق كامل. نعم. ان احنا نشتغل على هذا الموضوع، واحنا في البداية لقينا ان هذا الموضوع احنا بيشترك معانا فيه 14 جهة حكومية. 14 جهة حكومية. وكل طبعا جهة لها قوانينها ولها قراراتها وليها عطلتها. لا يا فندم، كل ده مش موجود دلوقتي. طب كويس. كويس. وعملنا استراتيجية لهذه السياحة المميزة. ونتيجة الاستراتيجية اللي احنا عملناها وتوافق عليها يعني ان احنا انشأنا منصة الكترونية بتجمع ال 14 جهة حكومية بكل اجراءاتهم، بكل موافقاتهم، بكل يعني الرولز اللي عندهم. جمعناها كلها على هذه المنصه الالكترونيه واحده. ويعني عملنا التشريع المنظم لاستخدام هذه المنصه مع كافه الجهات المعنيه والمشاركه معانا في هذا الموضوع. وفعلا ربنا وفقنا في ان احنا ننشئ المنصه دي، وان احنا نجمع ال 14 جهه بموافقاتهم بشغلهم كله، وحتى بالرسوم بتاعتهم، وجمعناها كلها على هذه المنصة. أيوة. بحيث ان يطلع في الاخر خالص فاتورة واحدة فيها كل حاجة لكل جهة. ده بس مش حكاية فلوس بس، ولكن حكاية اجراءات اساسا. يعني انا لو عايزة اتعامل وانا غير مصرية ومقيمة في بلد غير مصر فندم، ادخل على المنصة دي وانا في اي دولة في العالم؟ بالظبط. حضرتك هتدخلي على المنصه دي يا فندم. هتلاقي فيها زي ابلكيشن. تمام. حضرتك هتحطي فيه كل المعلومات المطلوبه في هذا النموذج يعني. كويس. ومن ضمنها الفتره اللي اليخت هيكون متواجد فيها، ومين الناس اللي على اليخت كمان. تمام. وايه الفتره، وايه الزيارات كمان اللي حيجي يعني بيخططها او في ذهنه ان هو ينفذها، بحيث ان هو بياخد موافقه شامله. كنا ابتدينا في الاول يعني بعدد الايام كان كبير.
وبعدين جت توجيهات وصلنا لثلاث ايام وبعدين فخامه الرئيس قال الكلام ده يخلص في نص ساعه. فعلا احنا حاليا بنخلص الكلام ده في نص ساعه مع ال 14 جهه حكوميه من خلال هذه المنصه. وانا بره وعايز احجز وادخل على المنصه كل حاجه اخلص اجراءاتي في نص ساعه. كل حاجه يا فندم، كل حاجه. تمام، كل حاجة. تمام. وعملنا التشريع اللي بينظم الكلام ده كله بيننا وبين الجهات، وده تم وانطلقت هذه المنصه في 1/9/2022. يعني احنا دلوقتي بقالنا سنه وشهرين دلوقتي شغالين على المنصه، والنتيجه بتاعتها الحمد لله ربنا بيوفقنا يعني. ولو في اي حاجه كمان بتظهر لنا، لان في حاجات ممكن بتظهر نتيجه مع الوقت، يعني حاجات طارئه مع التعامل. نتيجه مثلا الجو مثلا بيبقى متقلب، الطقس في مشاكل بنتعامل معاه تماما، في يخت بيكون عطلان بنتعامل معاه. وفي تسويق يا فندم، يعني العالم كله عارف بالمنصه دي وفي تسويق ليها كويس. الجزئيه دي يا فندم مهمه جدا 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 بالنسبه لنا. واحنا بنتعاون فيها مع وزاره السياحه في اجراءات، يعني وزاره النقل وقطاع النقل البحري احنا اتخذناها ان احنا عملنا اجراءات كتير جدا في هذا الاتجاه اللي هو بتاع الترويج لهذه السياحه المميزه. واحنا بنستهدف كل انواع اليخوت، لان اليخوت يعني فيها ميجا ياخد الحاجات الكبيره، وفيها برضه الشراع الصغير اللي بيوصل طبعا 12 متر و14 متر. ايوه، فاحنا بنستهدفه. احنا عملنا حاجات جديده قوي، ترجمنا المنصه دي بقت بعده لغات غير الانجليزي يعني. ايوه، وبنتعاون مع وزاره السياحه ان زي ما حضرتك كده قلت السياحه مميزه. هي كمان المجتمع بتاعها محتاجين العالم كله عن السائحين الاخرين، عن السائح العادي، محتاجين العالم كله يعرف بالمنصه. فاحنا بنتعاون في هذه الجزئيه مع هيئه تنشيط السياحه ووزاره السياحه. واحنا برضو من ناحيتنا مجتمعنا يعني بننسق مع الهيئه العامه للاستعلامات عشان المراسلين الاجانب اللي موجوده عندهم. ان احنا العالم بره والمجتمع ده تحديدا، ان المجتمع كله متصل ببعضه. ايوه، يعني سواء على جروبس او ما شابه ذلك. فاحنا شغالين على ان احنا نوصل له، بحيث ان الـ ان الـ ان اليخوت دي تيجي وتشوف سواحلنا وشواطئنا ويغطسوا. اتمنى انتعاشة في مجال اليخوت في مصر. كان في حاجات كتير كده يعني، كان يعني بحكم الشغل يعني لقينا ان السائح الخاص ده يعني له طلبات، مثلا زي زياره الجزر، زي الغطس في اماكن معينه. طبعا حاجات كتير طبعا فتحناها مع الجهات المعنيه بذلك. فاحنا مش عايز اقول يعني احنا تقريبا شغالين كل يوم ملف مفتوح للافضل. انا يهمني المنصه دي يبقى عليها اقبال من كل دول العالم يا فندم، ان شاء الله. وكل العالم يعرفوا، لانه سائح اليخوت سائح خاص، سائح يعني. واحنا عندنا الحقيقه يعني ربنا كرمنا بحاجات كتيره في مصر، فمهم أكيد جدا ان احنا نستغل ده. بشكرك أكيد. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. بشكرك سيده اللواء رضا اسماعيل. التعليم اعلنت عن نجاح 20,000 من المتقدمين لمسابقه المعلمين للسنه الثانيه في معايير، في ناس بتسأل برضو وبتبعت تسألنا على فكرة، طيب اللي ما توفقش في الامتحانات دي أو الاختبارات دي بمعنى أدق، هل في فرصة ولا ما فيش فرصة ولا إيه؟ كل ده نحاول نرد لحضراتكم عليه. والنهاردة الحقيقة أنا يعني أنا واحدة من الناس نادت في وقت من الأوقات أنا نفسي في تكريم للفنان العظيم عادل إمام بإطلاق اسمه على أي ميدان، على أي شارع، على أي مكان. هذا الرجل العظيم نجم النجوم اللي قدم لنا فن وقدم لنا إبداع، وربنا يديله الصحة يا رب. عادل إمام يستحق بالفعل. نهاردة تم إطلاق اسم الفنان عادل إمام على أحد كباري صلاح سالم. احنا بنتكلم في اسم مهم، بنتكلم في رمز من رموز الفن المصري. كلمة انه ما فيش حد على مستوى العالم، يعني انا مش بتكلم على مستوى العالم العربي بس، لا انا بتكلم على مستوى العالم بشكل عام، اعتقد ما فيش حد ما يعرفش عادل امام. ربنا يديله الصحة. وبشكر كل من استجاب
وفكر في إطلاق اسم عادل إمام، أقل حاجة نقدر نقدمها له. اسكندرية ومرسى مطروح مفروض أنه ننوى أكتر في اسكندرية، لكن مرسى مطروح أيضا فيها مشاكل، أو مش فيها مشاكل يعني مسألة بالنسبة للطقس مش أحلى حاجة زي ما بنقول. دكتورة منار غانم مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك أستاذ عزة، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. اسكندرية إيه الأخبار، نطمن عن النوى؟ طبعا اسكندريه بتشهد سقوط امطار، لكن الحمد لله هي امطار خفيفه على فترات متقطعه من اليوم، يمكن شاهدناها النهارده بشكل كبير في معظم المناطق في الاسكندريه، لكن برضو هي مجملها امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. يمكن كمان بكره يعني فرصها هتقل في معظم المحافظات اللي موجوده في سواحلنا الشماليه الغربيه، تبقى فرص امطار خفيفه ايضا على محافظات شمال الوجه البحري، فبالتالي يمكن لحد بدايه الاسبوع اللي جاي. اسمحيلي اكمل معاكي بعد الاذان، لازم اطلع فاصل. اشكرك دكتوره منار، اشكرك. نحاول يعني نكمل مع دكتوره منار غانم علشان بس محتاجين نطمن على الطقس ونقول للناس خميس وجمعه ايه الاخبار، لكن معلش طلعنا فاصل فالتواصل معاها ما بقاش متاح زي ما قبل الفاصل، بس عايزه اقول لحضراتكم انه المؤتمرات مش بتكلم في مؤتمرات عاديه، انت بتتكلم في مؤتمرات على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤتمرات الجماهيرية الكبيرة أيضا لدعم سيادة الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة. سيادة اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، مساء الخير يا فندم. أهلا بيكي، تحياتي ليك يا مدام عزة. أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك. موجودين في أي مؤتمر جماهيري ولا خلصتوا خلاص مؤتمراتكم كحزب؟ إحنا دلوقتي حاليا في المؤتمر الجماهيري الحاشد الختامي للحزب، وده مشارك فيه كل كيانات الحزب الموجوده فيه ان شاء الله النهارده. هايل، ده فين يا فندم؟ احنا عاملينه في نادي، في الاستاد بتاع نادي بيتر سبورت في التجمع. تمام تمام. طيب سيادة النائب قول لي، المؤتمرات بيبقى حاضرها مجموعه من الشباب، بيبقى مجموعه ايه التركيبه اللي بتبقى حاضره هذه المؤتمرات؟ انا عايز اقول لحضرتك ان حزب حماة الوطن اطلق يعني قاطره من المؤتمرات كبيرة جدا على مستوى كافة المحافظات. نعم. وعدينا الدولة المصرية وطلعنا بره في الخارج للمصريين في الخارج. ايوه صحيح. يعني تواجدنا كان في أكثر من دولة ولله الحمد، وحفزنا المصريين ووعيناهم بدول يكون حقهم الانتخابي يعملوا ايه ويصوتوا ازاي، وطبعا احنا داعمين طبعا لمرشحنا الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. وكان يعني عرس انتخابي كبير جدا في الخارج، وانا رحت بنفسي والله ايطاليا يعني حضرت للحضور لهناك للمصريين في الخارج. الحمد لله كان يعني المصريين في الخارج بالذات اليومين الاخرانيين كان حشد كبير جدا. احنا هنا على مستوى الجمهوريه، هنا على مستوى 27 محافظه بصراحه اكثر من مؤتمر في اكثر من محافظه. ايوه. واشتغلنا برضو في المركزيه هنا للامانات النوعيه طبقا للتخصصات، سواء تعليم، صحه، تضامن، يعني بنحاول نوصل للمواطن مجهود الدوله اللي تم خلال الفتره السابقه. لكل تخصص حصل فيها من تضامن اجتماعي، من صحه، من مجهود، المجهود اللي حصل اثرنا المجهود وعينا المواطن ازاي يكون ليك ممارسه لحقك الدستوري اللي بيدخله ليك، وازاي لازم تنزل وتدي صوتك الانتخابي. ايوه. دي الحاله الاولى، الحاله الثانيه ان احنا طبعا لازم ندعم السيد الرئيس اللي شال الدوله 10 سنوات يعتبروا يعني يوازوا 100 سنه تقريبا من لكن انا عندي حاجه عايز اقولها مهمه جدا. اتفضل. للمواطنين ودايما بقولها في المؤتمرات، الانجازات اللي السيد الرئيس عملها في ال 10 سنوات دي تتحط في جانب كده، والجانب الاخر هو الامن القومي المصري. ايوه. هذا الرجل حافظ على الامن القومي المصري. نعم. منذ ان كان يتولى احد الاجهزه الامنيه للدوله. نعم. وقت عصيب جدا 2011. نعم. واستمر فيه وهو وزير الدفاع للحفاظ على الامن القومي المصري، وتطوير كافه
الأجهزة الأمنية وعلى رأسها طبعا القوات المسلحة، نعم، إلى أن تولى رئاسة الجمهورية وأطلع في العلام بصراحة للأمن القومي المصري، وبقينا في مرتبة عليا جدا 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 في الحفاظ على أرض مصر ووطن وطننا مصر. نعم. وبالتالي عندنا القدرة للحفاظ على الوطن العربي بالكامل. المخاطر بتزيد يا سيادة النائب، وأنا بشوف إن احنا في توقيت وفي لحظة خطيرة جدا لا تقل خطورة عن 2011، فاحنا محتاجين نستمر. نعم. أنا عايز أقول لحضرتك إن المصريين فعلا في رباط إلى يوم الدين، دي مقولة بتتحقق هذه الأيام. نعم. من 7/10 المواطنين كلهم استشعروا إن مصر في خطر ولازم يقفوا ورا رئيسهم ويقفوا في صف دولتهم، وفعلا لازم أقل حاجة المصري يعملها في توقيت ندوت إن ينزل يضلي بصوته في أيام 10 و11 و12. نعم. وأنا بقول الناس تنزل في الثلاث أيام. أيوة. عايزين نعمل عرس انتخابي، نعمل حالة تصل للخارج كله إن الدولة المصرية كلها متضامنة مع رئيسها، وكلنا عاوزين هذا الرجل هو اللي يتولى قيادة الدولة المصرية والعبور بها إلى بر الأمان، لأنه أكثر واحد يقدر يحافظ على الأمن القومي المصري، وده أهم من أي إنجازات اتعملت. الأمن نعم. القومي المصري لو مش أمن قومي مصري قوي وقادر يتحمل مسؤولية هذه البلد والحفاظ على أمانها، نعم، دي كلها مش هيبقى ليها قيمة. أيوة. لازم أهم حاجة الحفاظ على الأمن القومي المصري، وهذا الرجل هو من لديه الخبرة. نعم. ولديه الاستدامة ولديه الممارسة، يعني هو أكيد رقم واحد، وهو رمز رقم واحد، يستحق أن يكون رقم واحد. هو رمز النجمة، النجمة دي هي اللي بترشد لنا الطريق وبتنور وتقطع علينا طريقنا للوصول لجمهورية جديدة إن شاء الله. نعم نعم. المواطن حاسس بالمخاطر اللي بتمر بها الدولة والبلد طبعا في هذا التوقيت تحديدا، والأخبار يعني زي ما بنقول كده الكوارث كلها على الهوا، ما بقاش في حاجة مستخبية. خلاص المواطن حضرتك عرف دلوقتي ايه اللي بيحصل، يعني نعم. يعني استشعر الخطر الداهم اللي بيحد الدولة المصرية، والخطر اللي كل الدول الغربية يعني كلها اجتمعوا على مصلحة إسرائيل. نعم. والضغط على الدولة الفلسطينية عشان يحصل ضغط على الدولة المصرية وتتقلب الدولة المصرية لساحة معركة، وده اللي السادة الرئيس رفضه من أول يوم. نعم. وقال مصر وسيناء خط أحمر ولن يتم التعدي على شبر الأرض. نعم نعم. ربنا هو الحافظ، وإن شاء الله يبقى مشهد انتخابي عظيم يليق بمصر. المصريين هينزلوا إن شاء الله، وهيبقى حاجة متميزة جدا إن شاء الله. إن شاء الله يا سيادة النائب، بشكرك فندم، شكرا جزيلا، بشكرك شكرا جزيلا. طيب هل معانا دكتورة منار؟ مش معانا دكتورة منار. معانا دكتورة منار ولا مش معانا؟ ألو؟ اهلا بيكي استاذه عزه. دكتوره منار معلش انا اسفل، انا بس عايزه اطمن واطمن الناس على الجو عامل ايه في الانتخابات. هو بعيد شويه ولا نقدر نقول هو بعيد شويه؟ واكيد ممكن او ممكن يحصل فيه تغيرات في التنبؤات لان هي بعيده في المدى، لكن احنا متوقعين ان احنا هيكون في استقرار في الاحوال الجويه لحد يوم الاحد اللي جاي. يعني فرص الامطار بتبقى خفيفه خفيفه المتوسطه، مش هتاثر على اي اعمال انشطه يوميه. أي. لكن مع يوم الاثنين والثلاث هيبقى في منخفض جوي هيأثر علينا، فكميات الأمطار هتزيد عن الخفيفة وتصبح متوسطة. أي. خاصة في المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية الغربية أو محافظات شمال الوجه البحري. ممكن يعني الأمطار تبقى خفيفة في المناطق الداخلية، لكن هي كميات الأمطار هتزيد تحديدا يوم الاثنين والثلاث في السواحل الشمالية للبلاد، محافظات الموجودة في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أو جنوب سيناء. لكن المناطق الداخلية أمطارها هتكون خفيفة. إنما الجو بالنسبة لنا بكرة وبعده الدنيا لطيفة، الدنيا مستقرة بشكل كبير. التحذير بس هيكون من انخفاض قيم درجات الحرارة بشكل كبير فترات الليل، لأن احنا متوقعين فترات الليل الصغرى بتنخفض بشكل صحيح. كبير، هتوصل ل 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فلازم ناخد بالنا من انخفاض قيم درجات الحرارة. وكمان استمرار الشبورة المائية اللي ممكن تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. تمام، بشكرك فندم، شكرا جزيلا، بشكرك دكتورة منار غانم، بشكرك. نطلع، خليني ارحب طيب قبل ما اطلع فاصل بسياده النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ عزه. اهلا اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم.
مازال المؤتمرات والحشد والتوعية للناس بأهمية الانتخابات مازالت مستمرة خلاص قبل بقى الصمت؟ أنا لسه أنا دلوقتي في طريق المؤتمر في بلاد دكرور لحزب التجمع. أيوة. بهدف الحشد مش التصويت لمين، بهدف نعم. الناس تروح. أيوة أيوة بالظبط كده زي ما حضرتك بتقول. ده مهم قوي يا سيادة النائب. اه طبعا، اصل احنا دلوقتي الانتخابات احنا خلاص يعني ممكن كل واحد فينا حدد هينتخب مين. صحيح. انما اللي عنده ثقه ان المرشح بتاعه هينجح هيبقى وما راحش هيبقى بيأثر في النتيجه الاجماليه. نعم. اللي هي بتاعته هو برضه بتاعت المرشح اللي هو بيحبه. لا احنا مش عايزين ده خالص، احنا عايزين نثبت ده بالتواجد امام اللجان. بالظبط. وبعدين الحقيقه انا اتصور ان البطل بتاع الانتخابات في يوم الاحد والاثنين والثلاث بعد اللي شفناه في المصريين في الخارج والاقبال اللي حصل. أيوة. البطل هيبقى في الانتخابات اللي جايه، او المشهد هيتصدره الشباب والفتيات يا رب، وهم بقوا يعني اكثر ادراك لي ان الانتخابات دي هي لها علاقه بمستقبلهم هم. وكمان هم متعاطفين قوي مع شعب غزه واطفال غزه. أيوة. فعايزين يبرهنوا ان مصر كلها هم كشباب كمان واقفين ورا رئيسهم ورا دولتهم في الموقف. انا لما اسمع من حضرتك تحديدا تحديدا اما اسمع من حضرتك انه المشهد هيبقى بيغلب عليه الشباب والبنات ده يطمني، اما اسمع منك ده تحديدا. والله اللي انا شايفه في المؤتمرات اللي بحضرها سواء لحزب التجمع او لغير حزب التجمع ان عدد الحضور من الفتيات، السيدات موجودين والرجاله، لكن في فتيات وموقفين ينظموا بحماس ومبسوطين. وبعدين يسالونا بقى يعني احنا لازم نبقى كلنا غزه والاطفال اللي بتتقتل ولازم تبقى في مش ده هيبقى كويس الناس تحضر؟ قلت لها اقول لهم احفظوا احفظوا نفسكم طبعا احفظوا نفسكم طبعا. حاجه ثانيه ان بعد انتخابات الرئاسه يا اولاد احنا رايحين على المحليات ورايحين على انتخابات نقابات. نعم بالظبط بالظبط. ده محور في غايه الاهميه. بشكرك، بتمنى لك التوفيق يا فندم. بشكرك سيادة النائب، بشكرك شكرا جزيلا. خليني اطلع فاصل، بعد الفاصل هتشرفني الدكتوره جيهان مدياح. انتظرونا. برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفتي اللي مشرفاني النهارده دكتوره جيهان مدياح رئيس حزب مصر اكتوبر. اهلا بحضرتك معانا دكتور جيهان. اهلا بيكي، انا ببقى سعيده جدا لما ببقى معاكي. وانا بتبسط قوي ومبسوطه ان عندنا رئيسه حزب ست، ومبسوطه بكل النشاط اللي انت بتعمليه، لانه احنا بنتكلم على حد فاهم، حد يعني اقتصاد وعلوم سياسيه، وحد يعني متابع اللي بيحصل في العالم، مش حد يعني مجرد اسمه وخلاص. احنا عملنا تعبنا شويه دكتوره لحد ما وصلنا للي احنا فيه ده. حقيقه الحمد لله. عملتوا ايه للانتخابات؟ عملنا ايه للانتخابات؟ لا يعني احنا عملنا شغل كويس جدا كحزب مصر اكتوبر. اوكي. احنا متواجدين مع الحمله الرسميه من اول يوم احنا اعلنا فيه عن تأييدنا المطلق للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي. ايوه. واحنا موجودين في الحمله. وخليني اشكر حقيقي حمله المرشح عبد الفتاح السيسي، لان بالفعل لأول مرة تشعري أن أنت أمام حملة حقيقية وقوية، وكل الناس اللي بتشتغل فيها فعلا بتشتغل بحب ومن قلبها. يعني هي بتحب البلد، ده رقم واحد، عندها انتماء ولاء قوي جدا للتحية المستشار محمود فوزي حقيقي. لا والمكتب التنفيذي والمكتب الفني والمجموعة الشباب الرائعين. قوليلي ايه بيعملوا ايه يعني؟ لا بيعملوا عظمة والله. والله بيعملوا عظمة فعلا. الناس دي ما بتنامش. مبدئيا ده اللي انا متاكده منه، ما بيناموش. يعني انت اي وقت بتبعتي لهم بيردوا عليكي. أي وقت في مشكله بتكون حاصله بتلاقي الحل فوري. بيحتوي كل
ودي ميزه كبيره جدا طبعا. ان انت تحتوي جميع المؤيدين صحيح. يكون في زيارات مستمره لمؤسسات الخاصه، مش طبعا مؤسسات الدوله نعم. يعني او الكيانات بكافه اطيافها كلها بتزورهم، بتلاقي طول الوقت في حركه ونشاط في المقر الحمله الرئاسيه. ما حدث في انتخابات الخارج نعم. وده كان مؤشر قوي جدا لما طبعا. سيحدث في الداخل صحيح. فالنهارده لما تلاقيهم في الخارج هم بيتواصلوا مع الكل أيوه. مفيش حد مش بيتواصلوا معاه أيوه. اي مشكله بتحل فورا. احنا حتى لما واجهنا مشكله في الخارج بنتكلم معاهم، بتلاقيهم بيستجيبوا فورا لحل مشكله وبيردوا في ثانيه. انا حته الرد دي بقى، يعني انا لاحظت حاجه من خلال متابعتي لحمله سياده الرئيس بكل المجموعه اللي قلتيها. اولا الردود على الاسئله موضوعيه، وتحسي انه مواطن بيرد على مواطن حاسس فيه في كل الظروف، وفي الردود فيها امل صح. يعني في جزء كبير احنا لا احنا في امل انه الدنيا دي هتبقى احسن بكتير مما هي عليه. هو بالتاكيد في امل برضه استاذ عزه يعني، لا اقصد مش في اتامه في بتاع لا ناس عندها فكره الامل. اصل انا مع فكره الامل قوي، لا ناس دارسه خليني اقول لك ناس دارسه كويس بالزبط. جدا يعني انت النهارده لما تشوفي لقاء مثلا للمستشار محمود فوزي أي. بتلاقيه ملم بكل شيء، اقتصاد بيتكلم، قوانين بيتكلم، سياسة بيتكلم صحيح. فالنهارده وانا ببقى قاعده بتفرج عليه وانا سعيده أيوه. بان الكلمات حتى نفسها طالعه مهندمه أيوه. مش كلمات مهلهله أيوه. لا، وبعدين هو بيعبر عن المرشح بتاعه صحيح. والمرشح طبعا. الرئاسي طبعا. اللي احنا بنرشحه هو رجل ذو اخلاقيات عاليه نعم. وانسان نعم. فبالتالي يجب ان كل الناس اللي في الحمله الرسميه للمرشح عبد الفتاح السيسي انها تتحدث بنفس اسلوبه، وانها تكون بنفس الوتيره اللي هو بيمشي عليها. فبالتالي احنا كلنا بنبقى محافظين يعني ككيانات وكرؤساء احزاب نعم. وكرؤساء لكيانات ان احنا نكون بنفس الطريقه المرشح بتاعنا يعني بيمشي عليها. الناس باذنك يا رب العالمين تنتخب الرئيس السيسي ليه؟ لا هتنتخب الرئيس السيسي عشان حاجات كتيره جدا، واحنا هقول لك هل عشان حزبك انت اتعمل في عهد رئيس سيسي؟ هل انت شايفه انه لا، انا حزبي موجود من 2011 آه. ولكن الزخم اللي حصل على حزب مصر اكتوبر، وان في مرأة لاول مره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبقى بتقود حزب بهذه القوه، ويكون أيوة. الحزب فعلا بيشتغل على ارض الواقع أيوة. وعندنا امانات قويه ويكون لنا دور كبير جدا، ده ما حصلش غير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما ننساش حد انه كمان في جميلة اسماعيل. جميله اسماعيل هي بجد بعدي على طول يعني، وطبعا علشان وانا بتكلم عنك كرئاسه حزب وكامراه كمان في دي صح صديقتي على جميله اسماعيل ودي دفعتي بالظبط صديقتي يعني وسيده جميله ومحترمه جدا ولها نعم. فكر يعني محترم، مبسوطه يعني. بفكره رئيسات الاحزاب المراه وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزبط. يعني اصبحنا احنا الاثنين رؤساء لاحزاب نعم. واحزاب قويه مش احزاب يعني ضعيفه مؤثره، لا احزاب مؤثره وفيها عدد كبير جدا من الشباب والمراه. حزب عندك شباب؟ الحزب عندي 99% من الحزب شباب، 99% بالظبط، امناء المحافظات كلهم لا يتعدى عمرهم ال 45 سنه. الله، يعني يمكن طيب. واحد او اثنين بس هم اللي يكون سنهم اكبر يعني. طيب إيه ليه برضه؟ لان احنا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسبينا بقى هنتكلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي مش عن المرشح السيد عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي من اول ما تولى حكم مصر وهو مهتم جدا باثنين، بالشباب وبالمراه. ايوه المراه هو شايفها دره التاج مصر، شايفهم عظيمات مصر، هو نفسه بيلقب المصريات بعظيمات مصر نعم. فبالتالي انت بتبقى عندك شعور باحساس بان انت عايزه تشتغلي قوي وتشرفيه زي ما بيقولوا يعني، يقولي انا المراه اللي بتشرفه والمراه اللي بتشتغل وبتتعب يعني، هو دايما يقول لك العمل العمل، ما احنا برضو بنشتغل وبنتعب وفي ارض الواقع بنشتغل وبنتعب. هو ايضا اطلق عام الشباب ثم عام المراه، فبالتالي انت النهارده اهتمامك لازم يكون ماشي على نفس وتيره القياده السياسيه او
على الحاكم انت بتمشي على نفس الوتيره وعلى نفس الاسلوب المتبع مع. فبالتالي انا حزب مصر اكتوبر حزب بيضم شباب وشابات الاعتماد عليهم قوي جدا. انا عندي الامناء المساعدين للامين العام اللي هو يعني اهم المناصب في في الحزب. عمرهم واحد حاجه وعشرين سنه والتاني 32 سنه. فبالتالي انت بتمكني الشباب من مناصب قويه جدا داخل الحزب. امنت المراه 27 سنه عمرها. النائب رئيس الحزب لشؤون المراه سنها 34 سنه. ده في عز ما يبدو يعني العمر ده عز ما الشباب يدي بالظبط ويجري عندهم طاقه ويفهم وعنده طاقه طبعا فبيتحركوا في كل مكان وبتدي له امل بالظبط وده المهم بالظبط كده. امناء المحافظات نفس القصه يعني محافظه اسكندريه 32 سنه فعندهم طاقه وعندهم ابداع وعندهم ابتكار وطول الوقت انت انا بتعلم منهم. انا احيانا بقول لهم انا بتعلم منكم. بالتالي احنا محتاجين الخبره ومعانا طبعا خبرات وقيادات قوية جدا في الحزب ومجموعات حتى من اللواءات ومجموعات من الدكاترة الجامعة أكاديميين فئات مختلفة في جميع فئات موجودة داخل حزب مصر أكتوبر. يعني اللي دعمه من أهم الأسباب زي ما قلتي دعمه للمرأة دعمه للمرأة وللشباب. الحاجة الثانية المهمة جدا إن احنا النهاردة بنتكلم عن بنية تحتية محترمة لم نراها من سنين طويله جدا جدا. النهارده بنشوف مش بس هنقول كباري وطرق، لا النهارده حتى البنيه التحتيه الاقتصاديه او الاستثماريه علشان يبقى عندي مستثمر النهارده داخل مصر او حابب يجي مصر، لا النهارده عنده مواني وعنده طرق وعنده مطارات وعنده اقتصاد يقدر هو يشتغل فيه. احنا النهارده مصر بتتمتع بموارد بشريه قويه جدا. بتتمتع بموارد طبيعيه قويه جدا. النهارده لما ادمج دول الموارد البشريه مع الموارد الطبيعيه مع قوانين استثماريه وضعت في الفتره الاخيره قويه جدا وبتعطي كل ذي حق حقه سواء كان المستثمر المحلي او المستثمر الاجنبي، يبقى انا النهارده عملت مناخ او مناخ جيد جدا علشان الناس تستثمر فيه. النهارده لما يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اكبر مشروع حياه كريمه في مصر والنهارده نلاقي القرى الصعيد اللي لاول مره انا عمري ما رحت الصعيد الا بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رحتي وشفت رحت وشفت في افتتاحاته رحتي في افتتاحات يعني انا رحت اول مثلا كمثال رحت بني سويف مثلا ورحت سوهاج طبعا وكل بس انا هتكلم مثلا عن بني سويف ليه؟ لان انا رحت بالعربيه مثلا فرحت بالسياره الطريق الجديد روعه وانا راجعه رحت من الطريق القديم لا هو طريق الموت فعلا شفتي حسيتي الفرق الفرق بين الطرق الجديده اللي اتعملت وبين الطرق القديمه كان شكلها عامل ازاي وازاي الناس كانت بتمشي انت بتبقي ماشيه انا اول ما خرجت من على الطريق على فكره والله العظيم قلت عشان لا اله الا الله من الرعب ومشدود اعصابي جدا ولكن احنا بنتكلم عن حياه كريمه المشروع الضخم اللي ما سابش اي محور من المحاور سواء كان المحور الاقتصادي او المحور الاجتماعي الا ما اشتغل عليه. بنيه تحتيه قويه جدا دلوقتي في القرى الصعيد وعدد كبير جدا من الشباب المتطوعين بيشتغلوا بحب وعندهم ولاء وانتماء ويمكن انا كانت رسالتي على فكره فكره التطوع من شباب كتير جدا انا كانت رسالتي في رساله الماجستير في كليه الدفاع الوطني كانت بتتكلم على الولاء والانتماء وكان من اهم يعني البنود اللي انا حطيتها هي الجزء الخاص بالتطوع ان كل واحد يقدر يشتغل في منطقته وفي الشارع بتاعه وفي قريته ويخدم صحيح. فبيشعر ساعتها بالانتماء فبيخاف على الكل يعني اي حاجه هو عملها عارفه لو زرع شجره هو خايف على الشجره صحيح. كل يوم بيعدي عليها يسقيها شوف ده ابسط شيء انا بتكلم عليه. النهارده ما بقاش المواطن في القريه بيلجا الى عضو مجلس النواب ويقول له اعمل لي عمود نور لا النهارده اصبحت الطرق مناره اصبح عندنا شغل في الطاقه وفي الغاز والبترول كل الحاجات دي كلها اصبحت مناجم من الذهب بقت موجوده بقينا بنستثمرها الرمل السوداء اللي احنا كنا بنضيعها اصبح فيها استثمار يعني احنا اتكلمنا استاذ عز احنا عايزين يعني نحكي كتير وباستفاضه ولكن احنا لو هنتكلم على الجزء الخاص بالصحه الجزء الخاص بالمجتمع نفسه 100 مليون صحه دي لوحدها كفايه دي لوحدها ومناسبه الصحه دي لوحدها الحقيقه دي برنامج بالظبط قضاء يعني على الفيروس حد ممكن حد يتقدم للانتخابات ببرنامج يعمله اللي هو 100 مليون صح
يعني احنا عندنا حاجات كتيره جدا جدا في كافه المحاور سواء سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه هو نجح ان هو يعني يؤدي فيها الاداء المتميز اللي احنا بنشوفه في برنامج قوي له من البدايه. وانا قلت اكتر من مره انا كنت حمله الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو لسه فريق صحيح، وانا كنت بشوف برنامجه على الورق ورجعت شفته على ارض الواقع ومنتظر اشوفه في المستقبل. احنا بنجني بقى، واحنا بنجني بالزبط. عشان كده بقول هنكمل مع المشوار بنسبه نجني. خلينا اطلع فاصل، وبعد الفاصل برضو حاجات كتيره عظيمه اتعملت، وانا بقول يعني كلمه انجاز دي قليل، لا في شغل اتعمل في مصر طبعا. نوع من انواع الاعجاز. هل ده يمنع ان احنا ما عندناش احلام، ما عندناش طلبات؟ لا، عندنا لينا طلبات وعندنا احلام أكيد. نتكلم فيها بعد الفاصل. نطلع فاصل. برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفتي دكتوره جيهان مديح. اهلا بحضرتك معايا. كنا بنتكلم على الاحلام، يعني اتحققت حاجات كتيره في مصر؟ نعم، ومش من باب الطمع، لا من باب الامل، لان احنا عايزين حاجات اكتر. ايه الطلبات، ايه الاحلام بالنسبه لكم من سياده الرئيس الفتره القادمه ان شاء الله؟ اولا احنا عندنا حلم مهم جدا الا وهو الحفاظ على الامن القومي المصري، الحفاظ على ارض سيناء، الحفاظ على ممتلكاتنا كمصريين. هذا يعني الموقف اللي بيعيشه العالم كله، والحروب والمؤامرات وما رأيناه من القضية الفلسطينية وما حدث في غزة الفترة الأخيرة، احنا النهاردة بنقول مصر محاطة بمؤامرات بالفعل ومحاطة بالنيران. احنا في سنتر النيران. انت عندك بوابتك الغربية مشاكل، الجنوبية مشاكل، شمالية شرقية صحيح. مشاكل، فاحنا بالتالي عندك مشاكل في كل مكان، سوريا اليمن، انت في منطقة مرعبة. انت بتقولي لي على فكرة الحفاظ على الممتلكات دي، ودي المرأة، يعني دايما الحوار مع المرأة بيبقى مختلف لأنه فكرة الاستقرار عند المرأة مختلفة تماما عن الاستقرار عند الرجل. ده حقيقة. مشهد أحداث السودان الأخيرة اللي هي ما قبل غزة، ما احنا عارفة عمالين كده ندخل ورا ونطلع بعض ورا من ورا بعض ورا بعض. فشفت على المعبر إخواننا السودانيات، الست من دول شايلة تقريبا تكيس دواء ما تفهميش ولا لقمة كده تقضي، وابنها أو ولادها في إيديها، لا شايلة بقى معاها مفتاح شقة ولا شايلة معاها مفتاح عربية. مش بفكر غير في إن هي لا أقصد أنت بصي إحنا بنفكر في إيه. بصي في لحظة الفوضى والخراب لا قدر الله بيبقى الواحد عايز ينجو بنفسه بس وبعياله يبقوا في إيده. طبعا. فقلت المرأة المصرية مش هتقبل لا تتحمل مشهد زي ده عمر. واحنا تحملنا اللي حصل في السودان على اخواتنا اشقائنا هناك. هل المرأة تحملت انها تشوف المرأة الفلسطينية والاطفال الفلسطينيين وهم ده بيموتوا عيالهم قصادهم بالظبط كده؟ هل في حد فينا حتى اولادنا الصغيرين؟ مرة على فكرة في حياتي أشوف الباب الصغير بوداد فنية بهذا الحماس الأطفال عليها وبينجدوا العالم كله بكافة لغات على اللي شفناه النهاردة. أنا بقول أنا عارف أنه كان واستقرار انتاجين رجل دولة محترم من كافة الكيانات والمؤسسات الخارجية له كلمة مسموعة، وده اللي احنا عايشين فيه في الوقت الحالي. وقف وتصدى إلى التهجير، والنهاردة فلسطين والفلسطينيين وفتح وحماس نفسهم بيطالبوا رئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يفضل واقف في ظهرهم في قصه التهجير ويعني انهم يتركوا ارضهم. هو اول واحد قال لك لا للتهجير يعني، واداهم ده القوه حتى للفلسطينيين اشقائنا الفلسطينيين ان هم يبقى بالنسبه لهم هم ايضا بيقول لا للتهجير برغم كل كده. الامن وفكره الاستقرار بالنسبه للمراه خوف على بيتها وعلى عيالها وعلى تحويشة العمر وعلى اللي قدرت واللي تعبت فيه على بيتها على ممتلكاتها.
ما هو بيتها ده ممتع، الارض دي ممتعه على عنوان يا جهان. على انا عندي عنوان يعني عندي يعني عنوان النهارده في اسر يا جماعه راحت ما بقتش موجوده في السجل المدني، مش موجوده صحيح. بيوت النهارده قدام اهاليها مفيش. النهارده في بيوت مش موجود، اهاليها نازحين في المدارس ونازحين اخرى او ضيوف في دول اخرى. لا يعني الموقف كبير وصعب جدا، ومصر دايما بتحتضن حتى اشقائها. قدرها قدرنا قدر. قدرنا كل الاشقاء. يعني حلمك الحفاظ على الامن القومي، عايزه تكملي في عيشه طبعا والاستقرار والامان. الحاجه الثانيه اللي احنا هنفكر فيها بعد كده، احنا بنتكلم عن الصحه ومنظومه التامين الصحي انها تعمم على الكل. نفكر في التعليم، نفكر في واحنا عندنا يعني افكار ماذا تريد من الرئيس وحزب مصر اكتوبر بالظبط كده. ويمكن احنا مع تنسيق اجتماعنا اكثر من مره يعني اوراق. ما سمعتش في الاقتصاد والاسعار. لا هو ضبط الاسعار هيكون في الفتره يعني الانتخابات الرئاسيه، هيكون في فعلا ضبط الاسعار، وهيكون في انا شايفه من وجهه نظري مش هيكون في تعويم للدولار من ان الاستثمار حتى الغير مباشر. الفرصه المصريه الحكوميه هتحقق في الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. يعني وزارات خلاص يعني اخلت اماكنها وراحت في العاصمه الاداريه الجديده. العاصمه الاداريه عندك اماكن مهمه جدا في اماكن في بيت الامنيه في مصر. بالزبط دي ممكن بالزبط. الحوار الوطني كويس. الحوار اللي بيه تمويل الوطن النهارده كل ده هيخرج كمخرج الوطن وحقيقي فعلا هيصبح بيوعدنا وبيلف وعده متفقين. احنا رجل حقيقي امين فبالتالي احنا وانا شاهده على يعني على صدقه وعلى امانته من اول كذا فريق ثم مشير ثم رئيس للدوله. بالتالي احنا مش دي علينا بس ونحوط على بلدنا زي ما بنقول بالبلدي كده. المصريين المصريين في وقت الازمات المصري راجل قوي وجدع قوي، والست المصريه جدعه جدا ب 100 راجل زي ما بيتقال عليها. وانا بقول عليها وزي ما قلت من الاول اول جمله هي دره التاج المصري. وبالتالي الـ هي عارفه قيمه مصر كويس جدا، عارفه يا رب المشهد عارفه بصي انا شفت المشهد الله. المشهد في الخارج كان عامل ازاي النهارده لما تلاقي ناس جايه من اخر الدنيا في الصقيع والتلج والبروده رغم كل الظروف، ناس مريضه جايه على كرسي متحرك ورايحين علشان يعني يدلوا باصواتهم من الخوف على البلد. طبعا طبعا طبعا. لان هقول لك حاجه، النهارده نزول الشعب المصري بكثافه في امام اللجان الانتخابيه بيدي مؤشر للعالم كله ان احنا ورا القياده السياسيه طبعاً. في كل ما يقرره طبعاً. يعني كافه قرارات القياده السياسيه النهارده خلاص الشعب المصري موافق عليها. فهو ده اللي احنا بنسعى اليه النهارده. بنسعى ان احنا نحافظ على ارضنا النهارده، بنسعى ان احنا محتاجين امن قومي واستقرار وامان نقدر نعيش فيه. احنا لا نستطيع ان نعيش او نعود مره اخرى لما حدث لنا في 2011. لا 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 خالص، لا يمكن، لا خطوه للخلف على الاطلاق على الاطلاق. تشرفت بيكي وانا تشرفت جدا ان شاء الله هيبقى مشهد يليق بمصر يا رب ان شاء الله باذن الله. بشكر دكتوره جيهان متياح، بشكر حضراتكم، اشوفكم على خير السبت مع تحياتي عزه مصطفى والى اللقاء. We'll be right back.